اهلا بحضراتكم من جديد. البدايه هتكون مع النادي الاهلي، ان عندنا احداث مهمه جدا في قلعه البطولات النادي الاهلي سواء امبارح او النهارده. هبدا بالبدايه الرائعه امبارح بعد فوز النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط، جائزه مقدمه من جلوب سوكر. يعني فخر كبير جدا لما تلاقي النادي الاهلي دائما متصدر كل الحفلات التاريخيه اللي موجوده سواء في الكاف او الفيفا، او حتى لما تتكلم كمان على جائزه جلوب سوكر. امبارح احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب موجود في الحفل وفي صداره المشهد، وبجواره على فكره اتنين من ابرز النجوم العالميه اللي اثروا الملاعب الاوروبيه. انت بتتكلم على جون تيري نجم تشيلسي ونجم منتخب انجلترا، وفابيو كابيلو المدير الفني اللي كان ليه صولات وجولات سواء في إيطاليا أو في إنجلترا وفي العديد من المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية حتى في فترات سابقة. دي قيمة ومكانة الأهلي، أينما وجد الأهلي تلاقي الأهلي دايما موجود في أهم الأحداث التاريخية وموجود مع أهم نجوم على مستوى العالم. فامبارح كان حدث مهم جدا، استلام الأهلي جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط، جائزة مقدمة من جلوب سوكر. وانت كمان متقدم على مين؟ انديه لها شعبيه كبيره جدا في منطقه الخليج العربي، النصر السعودي، الهلال السعودي. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان ليه كلمه مهمه جدا، وفي البدايه يمكن هنى كل الناس، قال لهم كل سنه حضراتكم طيبين، ان شاء الله سنه 2024 تكون سنه سعيده يعم السلام والرخاء على العالم كله. الكابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الاهلي وجه الشكر بالتاكيد لدوله الامارات الشقيقه اللي عودتنا دايما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في كل المناسبات. كمان التحية لكل الحضور، وتحية لأساطير الكورة في العالم اللي كانوا مشاركين وحاضرين بالأمس. الشكر والتحية كمان لمؤسسة جلوب سوكر والقائمين عليه على هذه الاحتفالية الرائعة. النادي الأهلي بالتأكيد سعيد بهذه الجائزة، صوت النادي الأهلي كان صوت مهم جدا ومسموع من خلال تصويت الجماهير ومنح الأهلي جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط. كابتن محمود الخطيب في غمرة الاحتفالات وفي الأحداث كان مهم جدا يعني يهدي هذه الجائزة للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اللي بيمر يعني محنة صحية صعبة جدا في الفترة الحالية. نتمنى يا رب بإذن الله الشفاء العاجل لمعالي الوزير الأستاذ العمري فاروق. يعني محنة صعبة بإذن الله هيقوم منها بسلامة الله بإذن الله. بالمناسبة الكابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم على الجائزة وبيهدي الجائزة لمعالي الوزير نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق، كمان كابتن محمود الخطيب شكر جماهير النادي الأهلي على دورها وقال لولا جمهور النادي الأهلي ما كانش النادي الأهلي هيكون موجود على منصة التتويج في أي حدث بيتم في الفترة الأخيرة. بالمناسبة واحنا بنتكلم على الجائزة، بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي واللي محقق إنجازات وبطولات على أعلى مستويات في الفترات الأخيرة، مش بتكلم بس على برشلونة ولا المان سيتي، الراجل ده غير خريطة الكرة في العالم، غير التكتيك والتدريب في العالم. على هامش منافسات كأس العالم للأندية كان دايما بيتكلم على النادي الأهلي بكلام كويس جدا. امبارح كان في كلمة مهمة جدا قالها بيب جوارديولا واللي أعرف فيها عن تقديره الشديد للنادي الأهلي، وأكد أن فريق رائع للغاية. ونفس الكلام ده على فكرة جوارديولا قاله كمان على هامش منافسات كأس العالم للأندية، المان سيتي فاز ببطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية والنادي الأهلي حقق المركز الثالث. جوارديولا قال إيه على الأهلي؟ قال الأهلي فريق رائع لديه جمهور رائع، كنت في أجازة مع عائلتي في مصر وشفت إزاي شغف الجماهير المصرية وجنون جماهير الكرة المصرية بقيمة ومكانة النادي الأهلي. قال تفاصيل مهمة جدا، تعالوا نسمع هذه الكلمة التاريخية من أعظم مدرب في العالم عن أهم وأكبر نادي في الوطن العربي والقارة الإفريقية. نتابع. And yeah, it's yeah, they make a good, good tournament. The first game against Fluminense, they play really good and make the yeah third best team of the world. الكلام ده على فكرة حافز للاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات. بالمناسبة يعني الناس ممكن تعتقد ان الاهلي خلاص اوكي جوارديولا اتكلم على الاهلي فهنفضل نحتفل بكلمة جوارديولا او هنحتفل بكلام ممكن جاي من الريال مدريد او بخطاب رسمي جاي من اي نادي على مستوى العالم بيتكلم وبيهني النادي الاهلي باي انجاز
اتحقق في السنوات الماضيه. بالعكس انت بتعتبر التحديات دي او الكلام اللي زي ده بيبقى تحدي ليك عشان تقدر تستمر في هذه المنظومه وتستمر في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفتره القادمه. لذلك زي ما انتم شايفين قيمه ومكانه النادي الاهلي بنشوفها دايما لما بيكون موجود في حدث فريد وكبير من نوعه في جائزه جلوب سوكر. امبارح كان موجود هالاند وكان موجود كريستيانو رونالدو وموجود جون تيري وموجود فابيو كابيلو، وعلى راس القائمين رئيس الاتحاد الدولي الفيفا جياني انفانتينو كان موجود وبيتكلم دايما عن النادي الاهلي، وليه كلمات كتيره مؤثره كانت عن النادي الاهلي في العديد من الاحتفالات والحفلات اللي بيتم تتويج فيها النادي الاهلي سواء على صعيد قاري او على صعيد دولي. ده شيء بيدعو للفخر. امبارح جمهور النادي الاهلي كان سعيد بالتاكيد بهذا التكريم. كلمات الكابتن محمود الخطيب وصلت للقلب قبل العقل لانها كلمات مؤثره جدا، سواء في الكلمه اللي توجهت لمعالي الوزير العامري فاروق اللي دلوقتي بيمر طبعا بمحنه صعبه جدا نتمنى له يا رب فيها الشفاء والسلامه يا رب باذن الله ويقوم منها على خير، وفي نفس الوقت دور جماهير النادي الاهلي اللي دايما متواجده مع النادي الاهلي على المره قبل الحلوه، على المره قبل الحلوه، وده دايما السلوجان اللي بيتقال من جمهور الاهلي في اي نشيد بيتقال او في اي غناء مع الاهلي في اهازيج المباريات لما يتقال لك دايما على الحلوه والمره معاه، فدايما جمهور الاهلي بيبقى الساند والداعم لاداره النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي على مر العصور. طيب ده جانب متعلق بتكريم للنادي الاهلي وحصوله على جائزه افضل نادي في الشرق الاوسط.